أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أصدرت ترخيصا للاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر المضاد لكورونا، مؤكدا أنه سيكون مجانيا لجميع الأمريكيين. وقال في فيديو نشره عبر تويتر إن الولايات المتحدة حققت معجزة طبية وكشفت أن الجرعة الأولى من اللقاح سيتم إعطاؤها خلال 24 ساعة، وأن حكام الولايات سيقررون من يستفيد أولا من هذه اللقاحات. I'm proud to say that we have made sure that this vaccine will be free. أنا فخور أن أخبركم بأن اللقاح سيكون مجانا لجميع الأمريكيين. لقد بدأنا بالفعل في شحنه إلى كل ولاية وكل ركن في البلاد، وسيتم إعطاء الجرعة الأولى خلال 24 ساعة. حكام الولايات سيقررون أين ستذهب اللقاحات في ولاياتهم ومن يتلقاها أولا. نريد لمواطنين من كبار السن ومن العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يكونوا في مقدمة من يتلقى اللقاح. هذا من شأنه أن يقلل بسرعة وبشكل كبير من الوفيات ومن أعداد المرضى في المستشفيات. وكما قلت منذ البداية، سوف يقضي اللقاح على الفيروس وسوف تعود الحياة إلى طبيعتها. ربما بدأ الوباء في الصين، لكننا سننهيه هنا في أمريكا. أعلنت شركة موديرنا لتصنيع الأدوية واللقاحات أن حكومة الولايات المتحدة اشترت 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتبلغ الكمية التي اشترتها 200 مليون جرعة إلى حد الآن. وقالت الشركة في بيان لها إنها ستقوم بتسليم 20 مليون جرعة نهاية الشهر الجاري ضمن الدفعة الأولى من عملية التطعيم، و80 مليونا خلال الربع الأول من العام المقبل. كما ذكرت الشركة أنها بصدد تصنيع حوالي 400 مليون جرعة لعدد من الدول التي أبرمت عقودا معها، من بينها قطر وكندا ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي. وللمزيد من النقاش انضم إلينا مباشرة من ميشيغان البروفيسور علي فطوم، أستاذ علوم البيولوجي وتقنية النانو بيولوجي في جامعة ميشيغان، نائب رئيس فريق البحث على لقاح كورونا في شركة بلو وايلو. أحييك دكتور. الولايات المتحدة الأمريكية إذن دخلت مع الدول التي اعتمدت لقاح كورونا بعد بريطانيا وكندا، خصوصا لقاح بيونتك وفايزر. هل هذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن لقاح فايزر وبيونتك هو الأفضل على الإطلاق حتى هذه اللحظة، الأكثر مصداقية أم ماذا؟ نعم، شكرا على الاستضافة وتحياتي. بالنسبة للقاح فايزر، هو اللقاح الأول الذي وصل إلى خط النهائي، وطبعا هناك كانت شركة فايزر بكل قدراتها وضعتها في أنه تكون لديها المجموعة البيانات مجمعة وحاضرة للتحليل وكل شيء لكي تتقدم بالطلب من أجل هذا الترخيص. من ناحية المبدأ، لا يوجد هنالك فرق ما بين شركة فايزر وشركة موديرنا، لأنه نفس التقنية بنفس الشيء، نفس الهدف بالنسبة لتطوير اللقاح. وبالتالي نتوقع أيضا أن يكون لقاح موديرنا سيوافق على يوم الخميس القادم بعد جلسة أو بعد يوم من النقاشات مع اللجنة الاستشارية للإف دي إيه. إذن نحن أمام مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة هي ما نسميه الترخيص تحت حالة الطوارئ. الترخيص حول حالة الطوارئ يختلف عن الترخيص العام الذي يحصل عادة لمثل هذه اللقاحات. الترخيص تحت وضع الطوارئ هو فقط لهذه المرحلة، بمعنى أن على هذه الشركات أن تستمر في متابعة الأشخاص من المرحلة السريرية الثالثة لمدة سنتين، لأن هنالك أسئلة مفتوحة خلال فترة الشهرين التي حصلنا بها على هذه النتائج لا تكفي لكي نعطي الترخيص العام العادي للجميع. إذن هنالك شروط وهنالك قضايا يجب أن تتابع خلال الفترة القادمة، وهي بارتباط ما بين الشركات وبين الـ FDA والـ CDC ولجنة الاستشارية للـ CDC.
إذا نحن الآن في المرحلة الأولى، خلال أسبوع ستدخل مرحلة شركة موديرنا إلى الساحة، وبهذا نكون قد بدأنا الرحلة الطويلة. وبالتأكيد سيأتي لقاح أكسفورد أسترازينكا بعدهم بقليل على حد علمي. اسمح لي، القدرات التصنيعية لهذه الشركات هل هي من القوة ومن القدرة بمكان أن تغطي يعني عدد كبير من دول العالم؟ نعم، سؤال ممتاز، لأنه التقنية الماسنجر RNA هي تقنية جديدة، وبالتالي الإمكانيات التصنيعية هي محدودة للأماكن الخاصة التي استعملتها موديرنا وفايزر بايونتك خلال الفترة العشر أشهر الأخيرة. خلال عشرة أشهر لا تستطيع أن يكون لديك إن تصنيع وإن نقل التكنولوجيا من مكان إلى مكان لكي تزيد عمليات التصنيع. كان هنالك نوع من الاتصالات، وطبعا هنالك عملية نقل التكنولوجيا إلى أماكن جديدة، ولكن سيأخذ وقت. لذلك ستكون هنالك محدودية بكمية اللقاحات الموجودة بالنسبة للتوزيع. إذن هنالك عملية تخصيص لبعض لبعض الأماكن، وأيضا هنالك أولويات وضعت. وطبعا الشركات منها فايزر وموديرنا قبل عدة أشهر كان هنالك نوع من الالتزام الأخلاقي بأن حوالي 20% من إنتاجها سيذهب إلى الدول الأخرى. إذا هنالك التزام أن بعض الدول ستحصل على هذه اللقاحات، ولكن بصورة عامة نحن أيضا في بداية الطريق كما تحدثت. وأيضا جست بالإشارة لأسترازينيكا، أن أسترازينيكا مثلا في الولايات المتحدة لا يمكن أن تدخل في الترخيص ما دامت الدراسة السريرية الثالثة لم تنتهي بعد. وأيضا هنالك بعض العلامات السؤال أو الأشياء التي حدثت تقنية، أشياء تقنية حدثت مع أسترازينيكا في بريطانيا في خلال الدراسة في بريطانيا وفي البرازيل وجنوب أفريقيا ستؤخر ترخيص لقاح أكسفورد أسترازينيكا إلى فترة أطول. طبعا هذا سيؤثر على إمكانية وجود اللقاح عند الدول المختلفة وعند في الأماكن الجغرافية المختلفة. ماذا عن اللقاحات الأخرى دكتور؟ يعني الصين تتحدث عن لقاح، على سبيل المثال مصر جلبت شحنة ما يقرب من 50,000 لقاح أو جرعة عفوا إلى مصر بالفعل من اللقاح الصيني. هل لديك معلومات دكتور عن اللقاح الصيني، مدى فعاليته، وهل استنفذ بالفعل يعني المراحل التي يجب أن يمر بها أم ماذا؟ نعم، اللقاح الذي طور في الصين واللقاح الذي طور في روسيا واللقاح الذي طور من أسترازينيكا هو يحمل نفس التقنية، وهي تقنية الحامل الفيروسي. ولكن السؤال الكبير والسؤال المهم جدا الذي يجب أن نقف عنده هو هل كما تفضلت، هل هذه اللقاحات دخلت في كل المراحل وأظهرت أنها آمنة وسليمة وناجعة؟ هذا هو السؤال الكبير الذي لا يوجد إجابة عليه. كيف يمكن لنا أن نستورد أو أن نشتري لقاحا لا يوجد لدينا معلومات كثيرة عن النجاعة؟ لا يوجد شفافية على الأقل بالنسبة لما نعرفه نحن حتى الآن. أعتقد أن هنالك دراسات سارية ولكنها لم تنتهي والنتائج لم تنشر. إذا كنا في مجال الشفافية يجب أن يكون هنالك شفافية بالنسبة للمرحلة الثالثة. لا يجوز لأي أحد أن يقبل أن يأخذ لقاحا بدون أن يكون نتائج واضحة وسلامة 100% أو سلامة مقبولة وأيضا نجاعة مقبولة. الآن ما حدث في اللقاح ساينوفاك واللقاح سبوتنيك أن هنالك دراسة سريرية ثالثة، ولكن قد أخذ اللقاح وأعطي للناس خارج هذه الدراسة. هل هذا هو نوع من الممارسة الجديدة الغير، في رأيي أنا يعني غير كافي. يجب الانتظار حتى تظهر السلامة، لأنه الشيء الأساسي أن هذه اللقاحات تذهب إلى الناس السليمين، وبالتالي لا يمكن أن تعرض حياة الناس للخطر.
ونجاح في مكان معين لا يعني بالضرورة نجاح لنفس التقنية في مكان آخر. كما نعرف هذه موديرنا وهذه فايزر مثلا، نفس التقنية، نفس الهدف بالنسبة للقاح، نفس تقريبا نفس التركيبة، ولكن يجب على كل شركة وكل لقاح أن يتعامل معه بشكل مستقل، ولا يجب أن ننسخ ما حصل في لقاح ألف إلى لقاح باء ونستنتج أن لقاح باء يجب أن يكون ناجح. أعتقد هذه قضية أساسية يجب الانتباه إليها. دكتور، طبعا السؤال الأهم الآن حول العالم، فكرة الأعراض الجانبية، ما يسببه اللقاح بعد أخذه من قبل الأشخاص، يعني هل وصلتك أي معلومات في هذا السياق، خصوصا أن بريطانيا بدأت بالفعل قبل أيام إعطاء هذا اللقاح لمواطنيها، مسألة الأعراض الجانبية؟ نعم، في خلال النقاش الذي حصل يوم الخميس مع الـ FDA واللجنة الاستشارية للـ FDA كان دخول إلى كل تفاصيل الدراسة، وطبعا كان هناك أعراض جانبية كيف كأي لقاح، هناك أعراض جانبية، هذه الأعراض الجانبية أكثريتها كانت محلية، منطقة إعطاء اللقاح في الكتف، الوجع، النوع من الفتيق أو الوهن، ولكن بصورة عامة كان ينتهي خلال 48 ساعة، لأن كان هنالك عوارض أخرى التي حصلت، وطبعا بعض الناس صار الحديث وكأنه هنالك في مشكلة بالنسبة للوفيات. الوفيات التي حصلت ست وفيات بحالة فايزر. من هذه الوفيات كان هنالك اثنين في مجموعة اللقاح واثنين في أربعة في مجموعة المراقبة. إذا أن نذهب ونقول كان هنالك ست وفيات، هذا نوع من ليس المزايدة ولكن نوع من الجهل، لأنه إذا طرحناها بهذا الشكل معناها اللقاح غير سليم وهنالك ست وفيات. هذا السؤال الذي كان يجب الإجابة عليه. إذا الشفافية شيء مهم جدا، وأيضا دقة المعلومات في التعامل بين الناس ونشر هذه المعلومات شيء مهم جدا، خصوصا نحن نتحدث على تقنية جديدة، نتحدث على لقاح الذي تطور خلال فترة قصيرة نسبيا. ولكن الشيء الأساسي اللي أنا بحب أشير إلى نتيجة، إذا بتنظر على كل البيانات بالنسبة لفايزر وأيضا بالنسبة لما نشر عن موديرنا حتى الآن، طبعا ننتظر حتى يوم الخميس القادم، لا يوجد هنالك أي علامات لعوارض جانبية خطيرة بالمرة. هنالك بعض الحالات الفردية ويمكن التعامل معها بتفسيرها، هل هي سببية ومتسببة من اللقاح؟ هذا سؤال يطرح، ولكن بصورة عامة اللقاح سالم جدا وأيضا له نجاعة عالية ولا يوجد أي سبب للتردد في أخذه. دكتور، يعني دعني أختم معك بسؤال يبدو شخصيا، يعني فاسمح لي بذلك، أنت ممكن تكون من ضمن الفئات التي سيبدأ بها فكرة التلقيح كعضو في يعني في الجهات الطبية، في الفرق الطبية، ستأخذ هذا اللقاح؟ يعني ستكون حريص على أن تحصل على لقاح الذي تم أخذ الموافقة عليه اليوم، بيونتك وفايزر، أم لا؟ نعم، هو سؤال، يعني أنا عندي من ناحية العمر ومن ناحية المهنة كمان. نعم، أنا موجود وسأخذ هذا اللقاح في أقرب فرصة طبعا تتاح لي، في حين دعيت المجموعة العمرية وأيضا الفئة المهنية أنه نأخذ هذا اللقاح. طبعا سأكون من أوائل الناس الذين سيأخذوه وبدون أي تردد، اعتبارا ان تنظر الى كل البيانات الموجوده، لا يوجد اي سبب. يعني انا الشينجلز مثلا ما اخذت الحزام الناري لانه لديه على عوارض جانبيه صعبه، ولكن لما انظر الى الشينجلز اللي هو مرخص والناس تاخذه بشكل سريع بشكل يومي تقريبا، وبتنظر الى ما نحصل عليه من هذا اللقاح، اعتقد ان اذا وزننا التنين موجودين في حاله جيده جدا، وايضا المسنجر ار ان اي او اللقاح الفايزر حتى الان هو في يعتبر من الفئه العاليه من ناحيه السلامه والامان، وايضا من ناحيه النجاعه نسبه 95% حتى الان.
طبعا نتمنى لك وللجميع الصحة والعافية، وبما أنك تغدو قريبا فتكون موجود معنا لتحدثنا يعني عن هذه التجربة. شكرا جزيلا دكتور بروفيسور علي فاطوم، أستاذ علوم البيولوجي بجامعة ميشيغان، كنت معي عبر الإنترنت من ميشيغان.